تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، انطلقت فعاليات المنتدى الأول للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك وسط مشاركة واسعة للعديد من الجهات والقوى الاقتصادية والدولية المحلية. المنتدى استعرض من خلال عدة جلسات نقاشية خدمات وإنجازات الصندوق، بالإضافة إلى كيفية بناء المشاريع الصغيرة والنهج الاستراتيجي لها. المشاريع الصغيرة كانت اليوم على موعد مع الدعم الحكومي، وذلك مع انطلاق فعاليات المنتدى الأول للصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المنتدى كان فرصة للتأكيد الحكومي على دعم تلك المشاريع ومعالجة الاختلالات في الهيكل الاقتصادي، لا سيما وسط التراجع الحاد في أسعار النفط وأثره على الموازنة العامة للدولة. حكومة دولة الكويت ولا سيما بعد الأزمة المالية العالمية بدأت باتخاذ خطوات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي من خلال اعتماد أهداف وسياسات ضمنتها في الخطط التنموية متوسطة وقصيرة الأجل، من أبرزها دعم دور القطاع الخاص ليكون فاعلا في الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أهداف الصندوق تركزت في ثلاث محاور رئيسية تمثلت في تضييق دائرة البطالة من خلال توفير فرص العمل للكويتيين في القطاع الخاص، والمساهمة في خلق بيئة أعمال مناسبة للمشاريع الصغيرة خصوصا في مجال الإبداع والتكنولوجيا والاتصالات، حيث سيتم فتح الباب لتقديم المشروعات بدءا من الأحد المقبل. خلق فرص عمل للشباب الكويتي تكون منتجة ومختلفة عن الأعمال المكتبية، وبداية من إن التوظيف الذاتي أن يملكون مشاريعهم ويشتغلون فيها، إلى وصولا إن شاء الله إلى تكوين فرق من بين الشباب الكويتيين لجعل هذه المشروعات الصغيرة تخلق وظائف لشباب آخرين. وسيتم إن شاء الله خلال بعض الجلسات عرض تفاصيل عن بعض البرامج التي ستطلق ويتم التقدم لها مباشرة من يوم الأحد القادم إن شاء الله عن طريق موقع الصندوق. الصندوق والذي تم إنشاؤه عام 2013 برأس مال يصل إلى 2 مليار دينار يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المجدية من الناحية الاقتصادية بنسبة تصل إلى 80% من رأس مال المشروع، شريطة أن يوظف ما بين 1 إلى 50 موظفا كويتيا، وأن لا تزيد تكلفة إنشائه عن 500,000 دينار. فلسفة دعم جديدة يقدمها الصندوق الوطني للقطاع الخاص وتحديدا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من الاستشارات الفنية وتطوير الأفكار وانتهاء بالدعم المالي. إبراهيم العنزي، تلفزيون دولة الكويت.